السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب عن الزهور وعن الطلوع بسبب ان في كلام كتير جدا، الصفقات بتبوظ، الزمالك بيبوظ، الصفحات هي السبب، انما في الحقيقة ان الصفحات مش هي السبب. الاسباب الواضحة جدا 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 لجمهور الزمالك او اللي مش واضحة لنادي الزمالك انا هبينها لكم دلوقتي بكل صراحة عشان خاطر نبقى صراحة مع جمهورنا ونبقى صراحة في كل حاجة بتحصل داخل نادي الزمالك الفترة اللي فاتت. وانا هجيب لكم من الاخر لان الشكل اللي عليه الزمالك يزعل. الزمالك كان معايش الاهلي في يوم من الايام بيسأله كل يوم، هو كل يوم مين في الاهلي مضى في الزمالك بعد المرة الاولى اللي الزمالك خد فيها توقيع عبد الله السعيد. دلوقتي الدنيا معكوسة وان كل صفقة بيدخل فيها الزمالك للاسف الشديد بيخلص فيها النادي الاهلي بكل سهولة وبيخلص فيها مسؤول النادي الاهلي. مش السبب الصفحات، السبب بوضوح وبصراحة واللي حصل في صفقة الكندوسي ان الزمالك ولا طار عنب الشام ولا بلح اليمن زي ما بيقولوا في المثل الطبيعي والمثل الدارج بالنسبة للناس. الزمالك فضلوا مستنيين يخلصوا صفقة عبد الله السعيد ولا صفقة الكندوسي ويفضلوا ولا دي خلصت ولا دي خلصت. الزمالك قعد بيسعى ان هو يخلص، نخلص عبد الله السعيد ولا نخلص الكندوسي، نخلص الكندوسي ولا نخلص عبد الله السعيد. وفي الاخر من الاخر اتضحك على مسؤولي نادي الزمالك ولا خلص دي ولا خلص دي. وان الزمالك بدأ يفوض بعض الوكلاء في تخليص الصفقات او وكيل بعينه ان هو يخلص الصفقة بتاعت كندوسي، والوكيل ده ما كانش بيحصل قبل كده وما كانش الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده مع نادي الزمالك. واللي كان بيتفاوض رسمي مع الأندية واللي كان بيتخلص رسمي مع الأندية هو المستشار مرتضى منصور الدايركت، ولا كان بيدخل الوكيل الفلاني ولا كان بيدخل الوكيل العلاني يخلص الصفقات مكان مسؤولي نادي الزمالك. عشان كده كانت الصفقات بتخلص. دلوقتي دخول الوكلاء هم اللي بيعطلوا للأسف الموضوع. لا ندفع كذا أكتر، لا ما ندفعش، لا نستنى شوية، لا نخلص ده الأول، لا نخلص ده الأول، لا الكلام مع الوكيل إن بكرة الصفقة تخلص، طب الصفقة ممكن لو صبرنا يومين تخلص بمبلغ أقل. وبناء عليه كل الصفقات راحت او ضاعت على الزمالك في الفترة الاخيرة. يعني مش السبب ان الصفحات الصفحة الفلانية بتتكلم ولا البيج الفلاني بيتكلم ولا البيجهات هي اللي بتضيع الصفقات عن الزمالك. لا، من الاخر دخول الوكلاء في الصفقات هم اللي بقوا بيبوظوا الصفقات دلوقتي، لان مسؤولي نادي الزمالك لو عايزين يخلصوا الصفقات بيخلصوا بنفسيهم، والكلام في غير كده اي كلام عشان برضو الناس تبقى فاهمة. كل ما يخش وكيل في صفقة بتبوظ، كل ما يخش وكيل في صفقة بتبوظ. والدليل على كده لحد دلوقتي نادي الزمالك لا عرف يخلص القندوسي وطار وراح النادي الاهلي، ولا خلص صفقة عبد الله السعيد وممكن هي كمان تبوظ بسبب الكلام مع الوكلاء والكلام والدخول الوكلاء في الصفقات. واللي هيتم دلوقتي ان الزمالك هيدخل دلوقتي بكل تقله انه يخلص صفقة عبد الله السعيد في 24 ساعة اللي جايين، وكمان لاعب أسوان بالحج اللي بدأ نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك هم اللي اتدخلوا بنفسهم ويركنوا شوية بقى الوكلاء على أساس إن الصفقات دي تخلص، لأن الكلام في الصفقات مع الوكلاء بتبوظ. لو سمحتوا مسؤولي نادي الزمالك عايزين الصفقات تخلص، لو سمحتوا اتكلموا بنفسيكم، طلعوا الوكلاء وطلعوا قصة الوكلاء من الموضوع وما نفوتش وكلاء. مسؤولي نادي الزمالك مش قليلين ان هم يتكلموا بنفسهم يخلصوا الصفقات دي، لان اي وكيل في الاخر بيدور على مصلحته، بيدور على استفادته الاساسية هتبقى كام وهتبقى ازاي. غير كده مش هنخلص صفقات. مسؤولي نادي الزمالك عايزين يخلصوا صفقة يروحوا يخلصوها بنفسهم، اللاعب معاه وكيله، بعد كده بقى وكيله يستفاد من اللاعب، وكيله يستفاد من هنا، يستفاد من هنا، بعيد عن استفادة الوكيل من اللاعب ومن النادي، لأن الموضوع بيبوظ في الآخر. نيجي لصفقة ناصر منسي، ليه الاستغناء لحد دلوقتي ما جاش الزمالك؟ الزمالك بعت شيكات للبنك الأهلي والبنك الأهلي عايز كاش، وده السبب في إن اللاعب ما تواجدش حتى الآن في مقر نادي الزمالك.
ونادي الزمالك بيظبط الامور عشان بدل ما يغير من الشيكات للكاش في خلال الساعات اللي جايه دي، ان شاء الله باذن الله ينضم ناصر منسي لنادي الزمالك والصفقه خلصت رسمي والكلام فيها ما فيهوش كلام. بس هي الفكره فكره سيوله ماديه، ان تدفع دلوقتي تدفع بكره، تدفع بشيكات ولا تدفع كاش. ونادي البنك الاهلي مانع حته الشيكات وعايز فلوس كاش، وان شاء الله باذن الله الفلوس هتدفع في خلال الساعات اللي جايه. نفس الكلام صفقه محمود شبانه، العقد بيقول ان الزمالك يرجع قيمه الاعاره اللي هي 1,000,000 جنيه اللي خدها الزمالك، والمليون جنيه اللي خدها اللاعب والزمالك لحد دلوقتي ما بعتش فلوس سموحه، ولذلك اللاعب مستمر لحد دلوقتي مع سموحه لحد ما الفلوس تتحول لسموحه. يبقى الكلام هنا قصتين في الصفقات عشان الناس ترتاح وعشان جمهور الزمالك يفهم. انا بقالي فتره مش راضي اتكلم ومش راضي اطلع. نطلع الوكلاء من الموضوع ونجهز سيولتنا ونبعت السيوله في نفس الوقت الاستغناء بتاعتك هتبقى معاك، غير كده هيبقى كلامه خلاص. اي حد بيقول اي كلام تاني ما تصدقوهوش. كلام بقى في ان اي كلام، اي كلام بيتقال عشان برضو الناس ما تصدقش اي حاجه. اصل الصفحات الفلانيه، اصل الكلام في في في, في فلان، الكلام في علان، الكلام الزمالك عايز ايه، الزمالك لعب على الحبل في قصه عبد الله السعيد والقندوسي. نجيب مين فيهم؟ هنستفاد بمين فيهم؟ مع ان الامور واضحه. انا عن نفسي كنت بقول عبد الله السعيد، انما لو كنا خلصنا موضوع القندوسي كان ممكن نستغنى عن موضوع عبد الله السعيد، لان انت اللاعب محتاجه ولا مش محتاجه؟ اللاعب محتاجه ولا مش محتاجه؟ ونشيل بقى فكره الوكله، نشيل موضوع الوكله ده من الكلام عشان خاطر نادي الزمالك يستفاد، عشان خاطر نادي الزمالك يعمل صفقات. ما كنتوا بتخلصوا الاول وكنتوا بتتكلموا الاول في الصفقات بعيد عن اي وكيل واي حد، ليه بدانا ندخل الوكله؟ انا ما بشككش في ذمم حد، الناس كلها ناس محترمه وبتشتغل لصالح النادي، بس الوكيل الفلاني هيدور على مصلحته والوكيل العلاني هيدور على مصلحته. هو الزمالك بعيد عن ان هو يقدر يتفاوض مع نادي اسوان في بالحاج، ولا الزمالك بعيد عن ان هو يتفاوض مع نادي بيراميدز على عبد الله السعيد؟ ما خلصنا عمر جابر من غير وكله، وخلصنا لعيبه كتير ودونجا من بيراميدز من غير وكله، وعبد الله السعيد قايل ان انا عايز اجي، والقندوسي نفسه كان عايز يجي الزمالك. انما الاهلي سبق، الاهلي سبق عشان معاه سيوله، الاهلي سبق عشان جاب رعاه، والرعاه دلوقتي بداوا يصرفوا وبداوا يمدوا النادي بفلوس. زائد معاداتك لكل الناس، لو سمحت ما تعاديش حد، انت خسران كل الناس حواليك كنادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك خسرانين الناس كلها بسبب الكلام، وان احنا بنغلط وان احنا بنقول ده كذا وده كذا وده كذا، والكلام ده مش صح. طول ما علاقتك بالناس كويسه هتخلص صفقات زي ما انت عايز. الناس خايفه تتعامل معاك عشان خايفه من الغلط او من الكلام الكتير او 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 او. الكلام واضح والكلام صريح، نبعد عن الوكلة ونبتدي نحسن علاقتنا بالناس، هنرجع تاني اقوى من الاول وهنخلص اي صفقة احنا عايزينها. غير كده هيبقى الكلام مستهلك والكلام ملوش اي معنى عندي ولا اي معنى عند اي حد. جمهور الزمالك بدأ يزهق، جمهور الزمالك مستاء جدا 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 من اللي بيحصل في الصفقات. نادي الزمالك يخسر صفقتين، صفقه ابوكا وصفقه القندوسي، وممكن عبد الله السعيد ما تتمش، دي هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وترانسفير يعتبر فاشل لحد دلوقتي لنادي الزمالك. ان انا الفيديو بتاعنا بيخلص، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.